توأم الشعلة بيقول مشاكل سابقة تعبر عن نفسها في العلاقة، وبيتكلم عن الأم والأب. مشاكل سابقة آه تعبر عن نفسها؟ تعبر عن نفسها في العلاقة. فسري لي شوية. يعني كان في مشاكل تخص الأم والأب من فترة، وبدأت دلوقتي تظهر أو هتظهر في الفترة اللي جاية، توابع لمشاكل كتيرة كانت الأول. لكن هي بتقول إن هي كارما كانت في نفس الحياة، يعني أقصد سداد دين قديم يخص الأم والأب. دين؟ مش دين مادي، ممكن يكون دين معنوي. تمام؟ بس أنا الوالد متوفي والحاجة موجودة. ما هي احنا قلنا حاجة قديمة ممكن تظهر في الفترة الجاية. التقاط اليومين دول، خصوصا ان في بوابة الاسد كانت امبارح بتقلب كل القديم. انا 22/8 ده اسد ولا عذراء؟ لا اسد. اسد ها. اسد. طيب محتاج تخلي بالك من نفسك شوية واحمي نفسك، لان التقاط فيها زخم زي ما قلت لك. ولو انت بتقسى على نفسك فإنك يعني تفضل سهران، ما تاكلش كويس، بلاش تعمل ده علشان صحتك، محتاج. وده حاصل والله فعلا.